صراحة مع أديب سليكي. معنا أقربال محمد، 44 سنة كما قلت، متزوج له 3 أطفال، توفي في هذا الحادث جل الناس اللي كانوا معه في السيارة، وبقت الذكريات ديال هذه الواقعة هذه عايشة معه. والآن واحد الوضع يربي العالم به الله سلوان، ولكن ربي نجاه ليكون شاهدا على مأساة حقيقية واقعية عاشتها نواحي قلمي، بالضبط عاشها الواد ديال تمسورت بجماعة ستيمولاي. معنا سي محمد. محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على سلامتك. الله يسلمك يا خير. والبركة في راسك. بإذن الله. الله يرحم الناس اللي توفوا في هذه الواقعة هذه. اللهم امين. كنقول لك التعازي ديالنا وديال المغاربة كاملين. والله يبدل محبتهم بالصبر، ومتأكد بأن هم رحلوا وتركوا كيا بالكبد وألما في الصدور. هذا مسألة كيقتصموها معكم المغاربة كاملين، كلهم حاسين بالمرارة اللي كتحسوا بها. فقدت عدد من الأفراد العائلة، انت فقدتي أحباب وعائلة وأسرة، وربي نجاك لتكون شاهدا على هذه الواقعة هذه، وتعود المغاربة كاملين حقيقة الفاجعة ديال تمسورت بجماعة تيمولاي. غنعطيك الكلمة، عاود لنا مني كنتو خارجين من المدينة حتى وقعت الواقعة. مني خرجنا من المدينة قلت له واحد خالي، لأن جوج طومبيلات اللي مشاو، قلت له راه هذيك الطومبيله راه مازال ما دارتش، قال لي ودي راه دارت السيال ومشات الطريق ديال بوزيكان، ولكن الطريق ما فيه حتى شي واحد. داك السيد مشى عند المعلم باش يصوب الطوموبيل. ملي وصلنا لذاك الواد، انت كنت في اين الطوموبيل؟ انت كنت في الاولى ولا الثانيه؟ هادوك سبقوا في الاول، ولكن ولكن مشاو عند المعلم. وحنا اتجهنا الطريق ديال البيزاكان. اييه. واحد شويه طلب مني الهاتف ديالي. اتصل مع هذاك. ولكن ما قال لي اللي كاين. عطيتو واحدين داير، قلت يا ودي راه كاين واحد الواد راه صعيب تما عندك، ايوا ما تخليه. غير وصل داك الواد وداز ديريكت. ملي مشات الواد قلت ليه راه الطوموبيله راه مشات الواد ردها، ولكن ما عرفت واش مخلوع ولا شنو. مع من كنت كتهضر؟ ها؟ مع من كنت كتهضر؟ مع الشيفور؟ مع الشيفور. اها، هذا الشيفور واش عنده طاكسي ولا خطاف؟ لا غير خطاف. ما ردها، ولكن اتجاه الواد. انت كنت راكب معاه، هو دخل الواد؟ اييه. انت قلت لي ما تدخلش. قلت له ودي راه عندي، عطيت لي ندير، قلت له ودي راه كاين واحد الواد تما راه صعيب. وما لقينا شي سيارة أخرى وما لقينا والو تما. وداز في الواد. أها. وشحال كنتوا بكم في الطوموبيل؟ نعم. شحال كنتوا في الطوموبيل؟ شحال واحد راكب؟ 17 واحد. 17 واحد في الطوموبيل كنتوا راكبين؟ أييه. أها. أنت كنت راكب القدام؟ أنا وواحد خالي في القدام. والشيفور. والشيفور. شفتوا الواد قدامكم قلتوا له ما تدخلش، راه الواد صعيب. هادي خالي مسكين ما قال والو. وملي طحت من الواد وبقات واحد 5 دقائق وحيد واحد الشجرة. وطلعنا فيه. وقال لي كتدي توقف فوق الطوموبيل. دابا انتم يعني وسط الواد دابا؟ كنا في وسط الواد.
يعني هو ما داش بكلامك ودخل الواد ويجروا الواد. ايه اها. بدل ما كيدخل الطوموبيل. نعم. بدل ما كيدخل الطوموبيل ديك الساعه. لما اه دخل في التحت ديال الطوموبيل لان الواد اللي قدام مشى لتحت. اها. الطوموبيل طاحت على على وجهها. ايه ايوه. واحد شويه حيد داك الجاجة. اها. وداك خالي لانه هو شويه لتحت وجبدني. اها. وملي حيد داك الجاجة طلعت لفوق وشفت وقال لك اسيدي طلع لفوق الطوموبيل. اه طلع لفوق يعني باش ما يوصلكمش الماء. ايه ايوا. غير واحد شويه واحد ثلاثه دقائق وزاد الماء. اها. وتدور الطوموبيل في وسط الواد. وسط الواد. شحال شحال في الساعه داك يعني داك شحال شحال في الساعه كنت؟ داك السبعه فاش طحنا فاش طحنا في الباب. نعم يعني ظلم الحال ظلم الحال. ايه ايوه. حتى وصلت واحد البلاصه الناس كلشي خارجين وبقيت انا بوحدي في الطوموبيل. اها. زاد واحد المدة أنا ضرني البرد وضرني السمر وتنقلب كيفاش غادي باش غادي نخرج من الطوموبيل. الناس باقين فيها الداخل ولا خرجوا ديك الساعة الناس؟ لا هما خارجين ما عرفتهم إمتى خرجوا مازال كلشي خارج. لا مني خرجوا واش خرجوا على برا ولا داهم الواد؟ رد خرجوا داهم الواد. اه خرجوا كيفاش خرجوا؟ أو ما عرفت لأن تدور الطوموبيل. اه شحال من مرة يعني المكان قوي. ايه. هو جار الطوموبيل وانت شاد فيها. انا شاد فيها حتى وصلت واحد البلاصة وبقات فيه. اه ولكن شحال من واحد كان 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 باقي معك؟ كنت غير بوحدك ولا كانوا معك الشيفور وكان معك؟ حتى واحد ما كان مازال معايا. فين مشاو يعني داهم الواد ديك الساعة؟ داهم الواد. الشيفور وخالك والعيال. كلشي مشى. 17 لواحد. ايه. اللي كانوا راكبين معك في الطوموبيل. 17 ايه. ولكن كيفاش خرجوا من الطوموبيل؟ دابا كنتوا كاملين كيفاش خرجوا بقيت انت؟ هو ما عرفتش. ما عقلتيش. ملي تدور الطوموبيل ما عرفت مازال فين كنت انا مازال. اه. يعني مع الظلام ومع الطوموبيل والواد ما شتي والو. ايه والماء حتى هما. صبنا كثير ديال الماء. شربتوا الماء بزاف؟ والغيس. اه. حتى وصلت لديك البلاصه فاش وقفت. اها. وتنقلب كيفاش غادي نخرج باش غادي نخرج. اها. حتى طلعت واحد عندك الباب ديال القدام. اها. باش تكون عندي المسافه باش نخرج. ايوا. وطلعت فوق الطوموبيل. وهبطت في ديك الجهه الاخرى. اها. وكاين واحد جوج مترو ديال الواد. ايوا. فيه الماء وقطعته وطلعت لفوق. اها. وجيت عند فين بدا داك الواد. اها. هذا القدرون. ايوا. وشيرت واحد من الطوموبيل باش يوقف باش يديني عند الدارك نعلمهم. اها. ولكن موقف. موقف لي. موقف هو. حتى وصلتهم جوج طوموبيلات وواحدة أخرى. كان في القدام. وقلت أودي تديني الدارك وما بغا ذاك. وكان واحد من الطوموبيل مشى لعنده وقال له أودي راه كاين واحد من البلاد راه أش وقع عليه. وخرج هذاك وداني الطوموبيل ديالو. ومشينا عند الدارك وعلمناهم. وهما ما عندهم اخبار ديك العمليه. وداك السيد دا معايا للدارو وسخن الماء وسخن الفاخر ودوش ليا.
واتلني شي حوايج عاد نرجع عند الضيف واش نزول المعلومات ديالي ورجعت الدار ديال هذاك بات عنده هذاك الشيء اللي وقع سي محمد مرحبا شحال الوقت ما بين ما جركم الواد وخرجتي انت من من من, من نجاك سيدي ربي من هذه من هذه الفاجعه هذه شي شحال ديال الوقت وانتم في الماء شحال انا انا وقت ثلاث سوايع ثلاث سوايع هاد ثلاث سوايع هادي واش حتى حد ما انتبه لان الواد دا طوموبيل وفيها 17 ديال الناس فيها عيالات وفيها ناس بنات دراري صغار الاخبار داك الاخبار انا اللي عطيتهم ما حتى واحد ما عندهم اخبار ملي طلعت من الواد صافي ديك الساعه حتى واحد ما عنده الاخبار حتى واحد ما عنده الاخبار انا كان ظلمه وكان وكاينه في التحت الطوموبيله طلعت وعطيتهم الخبر واش وقع يعني مني نجاك سيدي ربي عاد عرفوا يعني مشيتي خبرتي بانه راه الطوموبيل ها شوق عليها شوق عليها شوق عليها اييه واخا الشيفور قبل ما يدخل الواد وانتم جايين في الطريق حبسكم شي دار قالوا لكم الطريق راه صعيبه ما تدوزوش منها لقيتوا شي باراج لقيتوا شي حاجه ما كان حتى شي حاجه تما كانت غير الشتا بزاف كان الشتا صافي انا تو حتى شي طوموبيله ما وقفت تما لا ما وقف والو كنتوا كلكم غير عائله بيناتكم يعني 17 واحد غير عائله بيناتها كل شيء من العائلة أصغر بنيتها كانت معكم عمرها 9 سنين نعم أصغر بنت كانت معكم عمرها 9 سنين إيه بنت رشيد المسعودي المسعودي مني وقعت الواقعة بدا الواد تيجر في الطوموبيل غوتو طلبتو النجدة باش الناس يسمعوكم اولا يعني ديك الساعة يعني كل واحد بقى مدهيغة مع راسو بعض الناس تيقولوا الشهادة صافي تشهدوا اي وبعض تيغوتو صافي خالك كان قريب ليك والشيفور كانوا قريبين ليك كيفاش حتى خرجوا من الطوموبيل نعم خالك كان قريب لك الركب حداك هو الشيفور ايه كيفاش داروا حتى ما بقاوش كيبانوا لي كيفاش واش حاولوا انهم يقطعوا الواد اولا خرجوا من الطوموبيل بغاو يعوموا زعما يقطعوا الواد يسحبوا الطريق ممكن انا مليت تدور الطوموبيل ما عرفت مازال فين كنت وما عرفت شكون اللي خرج وشكون اللي ايه. اخر واحد شفتيه في الطوموبيل شكون هو حتى واحد ما قلت على والو ما قلتي لا حتى حاجه كنتي غطيحو وخالك جبدك لا في الاول ملي يلا طحت في الواد يلا طحت في الواد يلا طحت في ال اييه حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله كان الواد هايج بزاف نعم الواد كان هايج بزاف كان الماء قوي الماء في الاول قليل ولكن في الاخر ضعيف ولا مجهد اييه ما حاولتيش تنقد شي واحد معاك كان ممكن تنقدوه من افراد العائله ديالك لا
ما كان انا ما عقلت مازال فاش كنت انا ذاك اللحظه ما عقلت فين كنت انا صافي ملي تدور طومبيل صافي قلت مشينا صافي يعني حتى ديك الخلعة والخوف أيه. الواحد ما كيعرفش كيفاش تبلى يعني كان غادي بخير وعلى خير ولا صافي داك الشيء اللي كان نعم الشيفور واش بانت ليه بلا القضية ممكن تكون سالكة أو لا يعني قال يعني نغامر ونزيد بحال والي المغامر لا شنو ومخلع وقيلة لا شنو انت كنت راكب حداه يعني غتكون عارف شنو قال شنو كيدير شنو راه ما قال والو ما تكلمك يعني غير وصل الواد ويدخل ليه ما وقفش ولا قال لكم راه القضيه صعيبه ما وقف ولا والو داز ديريكت ميشن قبل منكم كان شي طوموبيل داز حتى واحد ما تلاقينا مع شي واحد تما وما وقف حتى واحد تما حدا الواد الطوموبيلات اللي قبل منكم انتما كنتو جوج ديال الطوموبيلات انتما اللي سبقتو ولا هما اللي سبقوا في الاول هما اللي سبقوا ولكن هذاك سبق المعلم وحنا دوزنا الطريق ديال بزاف يعني قطع الواد هويا ولكن حنا الى قطعوا كنا في الواد في ذاك ذاك التوقيت لا واش هو يعني الطوموبيل اللي قبل منكم ايه كنتو غادي بجوج ديال الاكادير تحضروا العرس جوج طوموبيلات اييه الطوموبيل يعني الثانيه ولا الاولى فين هي واش قطعات ولا بقات حتى هي خافت من الواد هذيك مشات حتى لتيزنيت ماشي مشوش من الطريق ديال بيزكار نعم مشوش من الطريق ديالكم داك نيت الطريق فاش مشاو نفس الطريق اللي زدتو من انتوما ملي هدل الواد فجدازو هما وشكون اللي سبق انتوما ولا هما هما اللي سبقوا دازو حنا كنا في الواد هما دازو هما اللون عاد جيتو انتوما حنا دوزنا ومشينا ودانا الواد عاد دازو هما عاد هما دازو يعني هما قطعوا ايه هكاك وما عرفوش بانه وقعت لكم ديك الواقعه ما عرفوش حتى وصلوا تيزنيتو تيديروا التليفون ديالنا كل شيء قال لك هذو راه داهم الوصف يعني حتى وصلوا تيزنيت عاد من تليفوناتكم كلهم طافين عاد عرفوا بالله راه صافي لان التليفونات كل شيء مشاو كل شيء ما خدامين يعني انت بقيتي بوحدك انت والطوموبيل خاويه انا بوحدي اللي بقيت في الطوموبيل بقيتي فوق منها ولا الداخل نعم بقيتي الفوق ولا الداخل الداخل فهدا هذا ديريكسيون تما فاش بقيت انا حتى نقص لما شويه خرجت خرجتي طلعتي فوق الطوموبيل وبقيتي غادي مع الماء ايه المسافة بعيدة بين في البلاصة فين طاح الطوموبيل وفي الوقفة باش قطعتي انت شي 400 متر من القدرة حتى ذاك البلاصة فاش وقفت يعني اخر حاجة بقات في ودنيك هي الناس كتقول الشهادة صافي داكشي اللي كاين داكشي اللي سمعتي مليون لا اله الا الله وكتاكد ليا بانه ما كانتش حتى وسيله من وسائل الانقاذ متوفره ديك الساعه لا ما كاين والو حتى واحد ما بقى ما كاين تما والو حتى واحد ما في خبارو اييه لا اله الا الله انا رسول الله
ربي كتب لك عمر جديد. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وربي نجاك باش تكون شاهد وحيد بوحدك، اللهم لك الحمد، باش تكون من الشاهدين على هذه الفاجعة هذه. وربي نجاك باش تعاود المغاربة كلهم الآن في هذه اللحظات حقيقة ما وقع في الواد. وربي نجاك من الموت المحقق على سلامتك. الله يسلمك اخويا، والله يقويك. امين. انت تولدتي من جديد بحال الله تزادتي. هذا الشيء اللي كان، والله يرحم الضحايا. اللهم امين رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. عاودتي العائلة شي اللي وقع؟ عاودتي لهم بالتفاصيل هادشي هذا؟ ايه كل شيء عاودت لهم. اش وقع؟ تأثروا مساكن؟ نعم؟ تأثروا بقى فيهم الحال؟ ايوا اش غادي داكشي اللي مكتوب راه لا اله الا الله. كتأكد ليا بأن الشيفور ما تشاور مع حتى واحد غير وصل وداز في الواد. لا ما تشاور مع حتى واحد. انت نبهتيه قبل؟ قلتي له عندك راه الواد؟ نبهته في الاول قبل ما وصل داك الواد، قلت له اودي راه كاين داك الواد راه خايب شويه وصعيب. اها خطر خطر. وشنو قال لك؟ ما رد لي، ما قال والو. بقى ساكت؟ لا كيتحمل المسؤوليه في هذا الشيء الشيفور. هذاك الشيء اللي كاين، كيتحمل مسؤوليه كبيره حتى هو. ايه والطوموبيل كانت قدكم يعني كاملين؟ نعم الطوموبيل كانت قدكم انتم كاملين. هو مزيانين شويه ولكن صافي داك الشيء اللي عطى الله راه عطى. الناس اللي كانوا اللوري كيفاش داروا فاش طاح الطوموبيل؟ راه شي طاح على شي، وغتلقى الناس يعني ها اللي تضرب قبل ما يدي الواد، ها اللي وقعت له شي حاجه. لان الطوموبيل ملي طاحت هكا على وجهها يعني من الواد، طاحت على الباربريز ياك؟ اي على الباربريز. اه والماء بدا كيدخل، يعني الناس اللي راكبين اللور كلهم طاحوا عندكم القدام. ايه كاين اللي ما ديك الساعه واقيلا. لا كاين اللي ما ديك الساعه. لما كاين اللي توفى ديك الساعه؟ كاين اللي ما ديك الساعه؟ ما عرف. عموما تتعدد الاسباب والموت واحد. على سلامتك. الله يسلمك. القربال محمد 44 سنه، ربي نجاك لوليداتك. الحمد لله. ونجاك باش تبقى فيك الريحه ديال هاد الناس اللي توفاو، هاد 17 ديال الناس اللي توفاو. وربي نجاك باش تعاود لينا الحقيقه الحقيقيه عوض الاشاعات اللي كتروج. وربي نجاك لتكون شاهدا على هذه الواقعه. وربي نجاك باش تقول للمسؤولين بانكم زيرو، بانكم لا تقدرون حجم المسؤوليه. لانه لو انه المسؤولين، متى نقول المسؤولين ما كان يعني شي واحد معين، انا اقول كل الناس اللي عندهم علاقه بهذا الموضوع، كل من يتحمل المسؤوليه كلهم خصهم يسمعوا لهاد الشهاده هذه ويحسوا بالخجل. ماشي بالخجل، اكثر من الخجل، يحسوا بعذاب الضمير. لان هاد الناس هادو ملي خرجوا من المدينه متوجهين لمدينه اكادير، ملي خرجوا من قلميم غادي لاكادير باش يحضروا الفرح، كان ديك الساعه الشتا كتصب، وكانوا الناس المسؤولين لو انهم تيقدروا المسؤوليه. انا ما غاديش ندخل في تبادل الاتهامات وحرب المواقع، هذا كلام بوحدو. انا كنهضر على
المسؤولية اللي فيها عدد من القطاعات وعدد من الناس. ما تنقولش هالدولة أخرى، لا، كلكم مسؤولون بدرجة متفاوتة، نعم، لكن كلكم مسؤولون عن هذه المأساة، عن هذه الفاجعة. لو أن هذا السيد خرج بهالطوموبيل هذه ولقى البراج الأول وقال له سيدي ممنوع تدوز، أرجع. علاش؟ كاين الواد، كاين خطر، الطريق غتقطع، الليل هذا ما يدوز حتى حد، أكيد أن هاد الناس كانوا غادي يرجعوا بحالتهم. نعم نؤمن بالقدر خيره وشره، كنأمنوا، أنا هادشي اللي عطى الله مآمنين به وراضين به الحمد لله، ولكن اسمحوا لي، هناك جانب كبير من تقصير في المسؤولية في الباب هذا، ويجب أن نقف على حقيقة من يتحمل مسؤولية هذه الفاجعة ديال هذه الأسرة هذه كاملة. هذا الرجل قال الحقيقة كما هي، عاود لنا كيفاش خرج، كيفاش هضر مع الشفور، كيفاش الشفور غير الحق ما وقف متى حاجة، باش جاي باش غادي باش قطع ده الواد. معاودنا كيف عاش ثلاث ساعات في الجحيم، مش ساعة واحدة، ثلاث ساعات، والرجل الشتاء والبرد والواد والخطر. أين الوسائل ديال الإنقاذ؟ أين هي لجنة اليقظة؟ أين هم المسؤولون؟ هذا السؤال يبقى معلقا إلى حين. سي أقربال محمد، شكرا لك، والله يرحم ذوك الناس، الله يوليهم برحمة الله، والله يصبركم، والله يكون معك، وشكرا لك اللي شاركتي معنا رغم ظروفك النفسية وظروفك الصحية الصعبة. باسم فريق العمل للبرنامج كنشكركم، باسم كل المستمعين اللي كانوا يقلبوا على الحقيقة باش يعرفوا هذه الحقيقة مفزعة، مفجعة، مؤثرة، خطيرة، مدلة، كتحسنا بالدل كمغاربة. نسترخص أرواح الناس بهذه الطريقة بدون حسيب ولا رقيب. هاد 17 ديال الناس اللي مشاو دابا في هاد الواقعة هادي، الراجل تيعاود لنا هاد المأساة، هادي مأساة حقيقية. كثرة الإشاعات ما بغيش ندخل فيها، شي كيقول لك حقا راه هما سالاو العرس وما بغاوش يعطوهم فين يباتوا وشدوا مساكن الطريق في ذاك الليل، شي تيقول لك لا راه هما كانوا راجعين من العرس. رجاء نرحم برويدين، كفى من الأخبار الزائفة، كفى من الإشاعات الكاذبة، لا يجب أن نستغل هذه الوقائع لزرع الفتنة وحرق قلوب الناس بهذه الطريقة، هذه مسألة غير مقبولة. رجاء الله يرحم برويدين، أفضل أن أعطي الخبر متأخرا ولكن موثوق على أن أعطي الخبر عاجل وهو عار من الصحة. رحم الله الضحايا، وأسأل الله أن يتقبلهم من الصديقين والشهداء. وذنوب هاد الناس هادو قلت البارح وغنعاودها اليوم، ذنوبهم على الناس اللي قصروا في المسؤولية، لأنه كاين تقصير كبير في المسؤولية في هاد الباب هذا. لو أن هاد الناس لقاو براج في الطريق قال لهم بأن راه الطبيعة لا ترحم، أن وراء الواد راه حامل، رجعوا غيرجعوا في حالتهم. لو أن دارت الوسائل السباقية تفاديا لوقوع هذه الكارثة ما كان يعني أن نعيش هذه المأساة ديال هذه الحالة دي. الناس مساكن داهم الواد شلقاوه ذاك الليلة، شلقاوه اللغد ليه، وعندما
يعني تجتمع الحصيلة وتكبر الحصيلة تزداد المأساة وتكبر المعاناة. من جديد تعازينا الحارة لعائلة المسعودي كاملة. وهذا السيد اللي نجاه الله بقدرة قادر كان قال لك كنت زلقت كنت غنطيح وشدني خالي وخالو مات وهو بقى حي. يا سبحان الله. صراحة مع أديب سليكي.